فقراتنا لليوم مشاهدينا بينضم لنا الاستاذ فؤاد الصمدي وهو مدير النشاطات بالنادي اللبناني للدراجات الناريه. صباح الخير صباح ابو النور. مصطفى فؤاد، صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال تمام. فؤاد، ولا مره بتتعبوا من الحملات يلي هي بتطال كل الناس يلي اليوم يمكن ظروفهم او هويتهم بدهم يسوق دراجه ناريه؟ صحيح. قديش بعد عندكم موتيفاسيون؟ قديش بعد عندكم دفع لتوعوا هالعالم؟ اول شغله اللي بدي اقول لك اياها، هيدي الحمله بالذات ما حتخلينا نمل، لانه عن جد هيدي الحمله اساسيه وما كان حدا مهتم فيها، ما كان حدا مضوى عليها، لانه عن جد اكثريه الاصابات اللي عم نشوفها نحن على الطريق من جراء قياده الدراجات الناريه هي اصابه قاتله، وخصوصا على الراس، من جراء عدم وضع الخوذه، عدم المراقبة من القوى الأمنية يلي كانت غايبة فترة كتير كبيرة عن الطريق، ونفس الوقت الاستلشاء بحياة الدراج وهي يلي ما عم يلتزم بوضع الخوذة، أوكي، مواصفات عالمية دي أو تي. أوكي. بيستلشئ بحياته، بيشتري دراجة نارية سعرها 1000 2000 دولار 3000 دولار، آخر شيء بيجي بيقول له أعطيني خوذة بس لحطها للزينة تأمرق لحاجز قوى أمن، أوكي، حقها 5 10 دولار. يعني خايف من الضبط مش خايف على حياته 100%. ما هن لو بيفكروا شوي، لو بيفكروا شوي كل سائقين الدراجات النارية وخصوصا بمدينة بيروت يلي يومية نسبة استعمال الدراجة النارية صارت تتخطى 60 70%، والعدد كمان كتر بنسبة غلاء البنزين والأزمة الاقتصادية اللي وصلنا لها آخر فترة. فاستيراد الدراجات النارية اللي صارت على مستوى كل البلد صار في نسبة كتيرة للإصابات عم نشهدها يومية. بدي بس وضح شغلة، كنا مجتمعين مع العميد جوزيف مسلم، أطلعني على نسبة الإصابات للدراجات النارية الضحايا بسنة 2023 كانت النسبة تقريبا بحدود 80 ضحية. نحن لليوم بسنة 2024 بعد ما خلصت السنة لهلأ دوبة للعدد، صرنا بحدود 150 ضحية لسائقين الدراجات النارية، وخاصة هلأ بفصل الصيف بيستسهلوها، العالم بتحس بالحرية أكتر. طبيعي. يعني بتسهل لهم أمورهم وبتشوفهم عم يلعبوا ألعاب بهلوانية يعني للأسف. على الطريق. صحيح. والقانون رغم كل هيدا حاميهم إلهم، يعني بيبليك اليوم إذا فات الدراجة النارية بسيارتك وإذا صار له شيء كمان، لأنه له أخذ الحماية اللازمة ولا التزم بقانون السير. يعني طبيعي. كل طبيعي. الجهات منا راكبة كل الأمور اللي عم تحكي فيها صحيح. بنرجع بنقول نحن شغلة، وقت نحن بنلتزم شخصيا نحن بقيادة الدراجة النارية مثلا، بنتأيد بالقوانين وبالأنظمة المتبعة وبنوضع الخوذة لحمايتنا مش لحماية قوى الأمن أو بس نمرق كحاجز نحط على راسنا، بالعكس نحن وقت اللي عم نسوق الدراجة النارية بهالبلد متعرضين لأي لحظة تنسقط. من 3 أيام الكل تابعوا هيدا الحادث على كورنيش المزرعة، سيارة تعطلت موتيرة، وقع الزيت على الأرض، صفت على اليمين، أول دراجة نارية مرقت زحطت، كانوا عم بيصوروا بالصدفة، مرقت دراجة نارية تانية ما حاطت على راسه، زحط السيارة دعسته. فجأة الحادث بيجي، ما الواحد ما بينتبه له. بتسوق دراجة نارية؟ أكيد جاي أكيد. فيها اليوم أكيد ووضع الخوذة طبيعي. في شعور مختلف، يعني اللي بيسوق دراجة نارية بحس حاله أقوى من الكاميون، يعني شو هالأدرينالين يلي بيعلى؟ بتحس عندك بعض من الشباب وفريخات يبقوا سايقين مفكرين دبابة، يعني هو معه هالدولابين وبلا حماية، في شعور معين؟ لا، هلا بدي اقول لك شغله، بالاعمار بحس الانسان فيها انه هو كانه ملك هالطريق. في اعمار شوي هيدي بيمرق فيها الشاب. اوكي. ايه، هيدا العمر يلي بحس حاله انه مثل ما عم تقولي انت قادر يطلع دراجته الناريه بعد ما تخطى 18 سنه، وهيدا اللي لمسناه نحن بالحواجز يلي عم نعملها على الطرقات مع البلديات، يعني بمدينه طرابلس وقفنا شباب تحت 18 سنه عم بيسوقوا دراجة نارية، ليه عم بتسوقها؟ بقول لك طالعين نكزدر انا ورفيقي مثلا، بس نحن كنادي لبناني للدراجات النارية بهيدي النقطة اللي شفناها قلنا له نحن ما فينا نقدم لك خوذة،
لانه نحن اذا بنقدم لك الخوذه عم نسمح لك وعم نشجعك لتسوق الدراجه الناريه. نحن ما بدنا نشرع هالشيء، نحن مع تطبيق القانون بهالبلد. نحن مع تطبيق القانون ونحن بنشد على ايد وزير الداخليه بتطبيق القانون. بس كمان في شغله انا بدي اوضحها، الوضع اللي وصلنا له باخر فتره بالحواجز اللي صارت كان في مجال شوي للنافعه لتقلع هالملفات بالالاف، صار سنه وسنتين موجودين وكل الدراجات الناريه بعدها اوراقها فوق. اوكي طيب، بالنسبه للتسجيل غليت كثير، في شباب كثير قادره تسجل، في شباب ما كانت قادره تسجل. نحن لو اعطينا فتره سماح 6 أشهر لكل هالشباب تتظبط حالها وهالنافعه تفتح، ساعتها نحن من بعد الـ6 أشهر بنفرض حواجز، وساعتها يلي ما سجل موتويته بيتحمل المسؤوليه ومطبق القانون عليه. قبل بمره بلقاء الاول قلت لك حطوا نمره الدراجه على الخوذه. نعم. اليوم رح اقول لك عم بعطيكم افكار، لازم يكون في لينك بين المفتاح وبين الخوذه، اذا مش محطوطه الخوذه هذا لوك. اوكي لا انا اللي عم اقوله كمان اكثر من هيك احسن، نحن بلبنان معارض السيارات بس بدك تروحي تشتري سياره صح ولا لا؟ ايه؟ بيعطوكي ورقه مؤقته 10 ايام بتسوق السياره صح؟ بهالعشر ايام وقت اللي انت عم بتسوقيها بيجي الدفتر السياره لتقدر تسوقيها شرعيه. صح. ليش نحن كمان يا وزير الداخليه نحن بندعيك كمان لنطبق هيدا الشيء وقتها بيشتري نشتري الدراجه الناريه، نحن بيقدم اوراق وسجل عدلي او ورقه سكن، كل الاوراق، دفتر السواقه، بمجرد ما يقدم هالاوراق كلها بحق له انه ياخذ هالدراجه الناريه. ما بياخذ الدراجه الناريه لتتسجل، والا نحن من هون فينا نوضع حد لهالاشياء المخالفات يلي عم بتصير. عندك الالاف من الدراجات الناريه بالبلد هلا غير مسجله اكيد من وراء تسكير النافعه، بس نحن فينا نوضع حد بهالشيء هيدا من هيدي المنطلق. بس بالنسبه للخوذه يعني لتجبرهم يحطوا، اذا منه مسؤول عن حياته، انتم كجمعيه عطلانين هم حياته، لازم تصير مربوطه حياته بالخوذه. 100% نحن هلا عم نشتغل على موضوع نوعيه الخوذه. انا بدي اتوجه من خلال اذاعتكم الكريمه للمحافظ بيروت يلي متعاون معنا بكل الوسائل وبكل الانشطه عم نعملها بموضوع الخوذه، ورح نقدم كتاب رسمي لمحافظ بيروت مع كتاب للاتحاد الدولي يقدم لنا كتاب لنوعيه الخوذه المعتمده دوليا لنرفقها بهذا الكتاب، وساعتها لنوضع حد للاستيراد الخوذ يلي عم تصير لهالبلد. نحن بهمنا يكون عندنا نوعيه وحده لهالشباب كلها سوا مع الدعم لهالخوذه، يعني وقت تكون عندك انت 35% جمرك و11% تفقع وكذا. قديش سعرها هي تقريبا عم تقول؟ الخوذه اكيد فوق ال $100، 150، 90. بس انا عم تحمد انشورنس لراسك. انا يعني معك، برجع بقول لك عنوان الحمله تبعيتنا نحن، ما تسترخص بحياتك، قد ما كانت الخوذه غاليه ما حتكون اغلى من حياتك. 100%. فكر فيها كثير منيح، انا عم بشتري موتو ب $5,000، بتبقى 10,000 بتقول لي اعطيني اي خوذه بس كرمال الحواجز او للزينه، بحطها بعلقه، بحطها بالكرسي كذا. عم نحن انتبهنا بالشارع وقت عم قول له وين خوذتك، بيفتح لك الكرسي موجودة بيعطيك الخوذه مسكره حاميها، ما في وعي. يعني خلينا نشوف انا وياك هالفيديو اللي انتم حاضرينه للتوعيه اللي عم ينشر على السوشيال ميديا كمان. بعد ما نشرناه هلا بدنا نبلش نبلش يلا، لكن نحن عم نحضر ونحن وياكم لاول مره، بنشوف سوا. مثل ما انك شايف الموتو جاهزه والف مبروك. انت قد ضل بدك مني؟ رصيدك $490. تفضل. بضل بدي منك 10، اعطينا شي خوذه هيك نمشي حالنا اذا بتريد. محمد حبيب قلبي ليك هاي $10 بصراحه. بدي اخذ شي يا اخي مشان الحواجز، انت عارف هلا شو الوضع. حبيبي بس بدك تاخذ خوذه ما تاخذها للحواجز، انت خذها لسلامتك لتحمي حالك، ما تسترخص بحياتك، الخوذه قد ما كانت غاليه ما حتكون اغلى من حياتك. خي بلاها خلص بدي امشي. خي ايه بس الخوذه هيدي غير صالحه. لا خي صالحه مش صالحه. الف مبروك. الله يبارك فيك. تسمعني؟ ايه. انت منيح؟ جمعية طبية؟ صاير حادث. الله يسامحك على الطاسة اللي لابسها. شو صار معك؟ الخوذة قد ما كانت غالية ما حتكون أغلى من حياتك.
يعني الفيلم واقع مثل ما هو صراحة، والحالات يلي عم بتصير شبيهة بالتمثيل يلي أنتو عملتو. صحيح. قدي مكتار هول الحالات؟ أول شيء بدي أتشكر كوال أمن الداخلي، الجمعية الطبية، كومن انشورز، والشباب اللي شاركوا معنا محمد وخليل. أنا بتشكرهم. بس بدي أقول لك شغلي كمان، الواقع اللي شفناه هيدا على الأرض، في ضحية سقطت بنفق شتيلة على الدراجة النارية، لابس الخوذة، للأسف الدم عم ينزل كان من راسه. ليش؟ لأنه انكسرت الخوذة، البلاستيك اللي فيها هي اللي دخلت، خزق له راسه. اوكي، من يومين وقفت شاب كمان بسوق ديليفري، شفتها مخزوقه وحطيت لها سكوتش، قلت له ليش هيك الكاسك؟ قال لي حاطتها ورا حرق الاشكمون. يعني تصور حراره الاشكمون حرقها، يعني بلاستيك. نحن ما عم ننتبه شو عم نستعمل، ما عم ننتبه شو عم نحط على راسنا، بالعكس انت عم تقتل حالك مش عم تحمي حالك. هالشي هيدا يلي عم بتشوفوه، أكترية الخوز غير صارحة كليا، ما في مراقبة من وزارة الاقتصاد، ما في مراقبة إلا يعني أنواع الخوز اللي عم بتفوت على البلد. يعني ممكن هيدا اللي بتقولي، ممكن المستهلك منه عارف، يمكن يقنعه اللي عم ببيعه يقنعه، كيف في يعني؟ ناس عارفة هالشي، بس ما هم. بقلك عندي 5 10 15، عندي دي أو تي، عندي 100 200 300 دولار، في محلات ما بتفوت أنواع الخوز الغير صالحة. انت عم تقتليه، انت عم بتحطي خطيه برقبتك من ورا هالشيء هيدا. كيف بتعرف نقاط البيع يلي بتبيع؟ بيتواصلوا معكم؟ لا لا لا، شو لازم واحد يعرف يعني كيف؟ انا مش عم بعمل حمله ضدهم، انا عم بعمل حمله ضد وزاره الاقتصاد يلي هي مش عم بتراقب انواع الخوز يلي عم بتفوت على هالبلد. انا وقت اللي بدي اعمل استيراد لنوعيه الخوزه دي او تي، لازم يكون في شروط محدده لها الخوزه لتفوت لها البلد. أوكي. ساعتها نحن بنرفع الدعم على الخوزه، بنشيل الجمرك، بنشيل الاتفاق عليها، بدال ال100 دولار بتصير 50 دولار. ساعتها ملزم بالدول الاوروبيه، وقت اللي انت بتسوق دراجتك بيجي لعندك البوليس بيطلع بالخوزه اللي لبستيها لنوعيه الدراجه اللي لبستيها حسب سرعتها وحسب وزنها. أكيد. نحن الخوز المعتمدين عن روح المرحوم احمد يموت، انا يلي بتشكر اهله على هالحمله من اول ما انطلقت لليوم وما زالت مستمره، عم بيأمنوا هالخوز لنوزعها عن روح المرحوم. للاسف محمد يموت يلي توفى عن طريق المطار من شهرين. صح. صح. من جراء الانزلاء اللي صار معه بنفق المطار. وكمان ان شاء الله بيو للمرحوم احمد يموت رح يقوم كمان، حكينا وزير الاشغال كمان حيكون لنا لقاء بخصوص موضوع نفق المطار، لنحاول قد ما فينا نشتغل لنوعي العالم، بما انه هلا بعد هيدا الشيء هيدا ما رح يتصلح، هو تسرب المي اللي عم يعمل ماده لزجه على الارض، ويوميا عم نشهد حوادث للدراجات الناريه. يعني للاسف الضحايا ضحايا عم بيكونوا عم بتزيد، وهن عم بيكونوا سبب انه ضل واحد يحكي وضل يحد يحكي انه التوعيه قديش بدها تضل قد ما فينا بدنا نوعي. طب انا بدي اقول لك شغله، في جار كان مفتوح على طريق خلدي واللي توفى فيه من بيت بزي الله يرحمه، تصور الدوله كلها قامت بهالشغله هيدي وشالت الشخص من الريجار، طب ما حطوا علامات انه فيها ريجار مفتوح؟ بما انه المنطقه كلها مفتحه ريجاراتها، مبادره من شخص للفنلي قال لي فؤاد اهتم بالموضوع سكر الريجار. طب معقوله؟ طيب ريجار سبب بمقتل شخص، طيب ليش ما نحن بنرجع بنعالج الموضوع احسن ما توقع مصيبه ثانيه؟ هيدا اللي عم نوقع فيه، نحن هالاشياء اللي عم نشوفها عم نحاول قد ما فينا نعمل مبادرات ونوعي العالم عليها. لانه الانسان غالي وروح الانسان غالي، يمكن شخص اوكي على باله يكسر على الدراجه الناريه واخر رايح على شغله 100%. كثير ناس بتروح على شغلها بال صحيح صحيح، واكثرية الشباب يعني من والى خارج بيروت بيستعملوا دراجاتهم النارية. ايه اوفر لهم الان اكيد، بس للاسف طرقاتنا غير صالحة، ريجارات كلها مفتحة، انارة ما في. طب هون يقع يعني عم ينلحق انه طرقاتك مش منيحة، دولة غايبة ما تسوق دراجة نارية، او لا بدي سوق دراجة. السبيل الوحيد بهالايام هيدي اكثرية الشباب عم تستعمل دراجة نارية كتار.
اكيد، لانه بالاخير هيدي عم تقدر تخلص لهم اشغالهم ضمن البلد، بتكسب وقت، اوفر بنزين، وبيطلعوا فيها لخارج بيروت. طيب الى بيروت. فؤاد، شركات الدليفري نعم ملتزمين بالخوذ اللي عم تحكي عنها؟ اقل شيء ما بعد 15-30%. انا عم بتواصل مع شركه دليفري اكيد، وعم نعمل نحن حملات توعويه نحن وياهم، وعم يتجاوبوا كمان بهيدا الموضوع. عرفتي يعني كيف؟ على القليله بتشيل ترانش من الناس اللي شغلتهم هي على 100%، لانه حرام يعني 90% شغلهم على الطريق. صح. عرفتي كيف؟ ونحن عم نحاول قد ما فينا، بس لنشوف هالشاب ليش ما حط على راسك؟ انت عندك عائله مثلا، حترجع عند عائلتك، احسن ما تفوت مصيبه على البيت. بالاخير حط الخوذه على راسك لتحمي حالك. مش حيلا خوذه. اكيد اكيد. شو مواصفات الخوذه دي او تي؟ شو المواصفات؟ شو بتعمل؟ بتعرق؟ فيها فلتراج؟ ما بعرف، ثقيله؟ بتقشع منيح؟ خبرني بيعني اياها يعني. اوكي، لقلك شغله، انا على السوشيال ميديا عملنا تجربه اول شغله، امبارح بعدنا اخر تجربه وقفنا كمان شاب من الدليفري، قلنا له في مجال نشوف هالخوذه اللي معك، شفناها، كمان كبيناها عن سطح البني. مقابلها كبينا الخوذه نوعيتها منيحه دي او تي بوصفات عالميه. أوكي. اللي معنا طجت على الارض وطلعت اول طابق ونزلت وما صار شيء، شفناها ولبسناها وكل شيء تمام. هالقد وفينا كمان كل الشباب يشوفوها على السوشيال ميديا. مقابلها جبنا الخوذه اللي كان لابسها الشاب، قلنا له بتستغني عنا؟ قال لي اوكي. طلعنا كبيناها اول فرطت كليا. في تجربه ثانيه بدي اقول لك شغله، جبت خوذه من اي محل عادي، تخيلي الفلين اللي بقلبها، الحمايه اللي جوات الخوذه، وزنه بالجرام 40 جرام بعد ما نزلت الفيديو، 40 جرام، مقابل الخوذه يلي نحن هلا ملتزمينها 220 جرام مضغوطه. اوكي، وكمان طلعت عليها سياره، تصوري السيارة طلعت وقفت عليها ما صار شيء، مقابيل الثانية أكيد مساحتها وصارت بالأرض. هيدا الفرق يعني عم نحكي بين الفليل الداخلي أو أيوة النوعية هيدا اللي بيحمي يعني. أوكي. اللي عم يعمل لك أنت دفاع على الجمجمات، وهي شو فايبر والكادر اللي برا. أوكي. أوكي، أهم من الفايبر كمان بتجي بعد. أوكي. لتاخد وتعطي معك وما بتنكسر. يعني أنا طلعت سيارة عليها، طلعت رانج على الخوذة الملتزمين نحن فيها، ما صار شيء، مقابل طلعت خوذة عليها صارت ورقة. يعني بتتحمل ضغط وبتتحمل ضغط بتتحمل. يعني بدي لك، شفت الحادث اللي صار على كورنيش المزرعة؟ الحمد لله الشاب قام بخير وسلامة، لو كان واضح خوذة مثلا على راسه أوكي ما كان يعني مسحته السيارة، كانت على القليل الخوذة دافعت عنه وعلت السيارة، والانجراف صار على حجم الخوذة مش على جسمه. عرفتي كيف؟ فؤاد، عندكم شيء بعد في هلا هالجمعة؟ حملاتنا مستمرة، نحن بلشنا من بيروت، بلدية بيروت، مع محافظ بيروت كمان يلي متابع هيدي الحملات، وبعدين انطلقنا على مدينة صيدا، وكانت حملتنا كتير كبيرة بمدينة صيدا، وإن شاء الله كمان بمدينة صيدا عم يعملوا إجراءات التنسيق لسير الدراجات النارية بمدينة صيدا، ومن بعدها توجهنا على مدينة طرابلس، كمان الحملة أخذت صدى كتير كبير مع وزير البيئة ومع رئيس البلدية والدفاع المدني فوق، ومكملين نحن إن شاء الله قريبا بتموز حيكون لنا حملة كمان ببلدية جوني ضمن فعالية مهرجانات جوني الدولية اللي بتصير كل سنة، وكل هيدا بغاية أنه نحمي هالشباب. بدنا نوعي نحن كنادي لبنان للدراجات النارية، نحن وقت الحاضر هلأ مستمرين بالحملات التوعوية. نعم. أوكي، ونهار السبت إن شاء الله حيكون لنا لقاء مع قوى الأمن الداخلي كمان بحواجز محبة، كمان لنوعي هالشباب لنوعية الخوذة اللي عم يوضعوها، ورح منوقفهم هالمرة، ما حنحجزهم ولا حنعملهم مزبوطة، ما حدا إذا شفتونا نهار السبت ما تهربوا بالعكس وقفوا عنا وقدموا هالخوذة، وقوى الأمن الداخلي عم تشتغل معنا بهيدا الموضوع إن شاء الله. أنا بدي أشكرك فؤاد الصمدي مدير النشاطات بالنادي اللبناني للدراجات النارية، دايما هيك جهد وعلى أمل يعني لو خلصتوا عدد بسيط من الناس بهيدي التوعية إن شاء الله قد ما فينا نحن متابعين بهالموضوع. وبرجع منقول شغلة، ما تسترخصوا بحياتكم، قد ما كانت الخوذة غالية ما حتكون أغلى من حياتكم، البس الخوذة 100%. رح نروح لفاصل ونرجع لكم.